في إطار مؤتمره السنوي الثاني، عقد حزب التحرير ندوة صحفية بقصر المؤتمرات بالعاصمة تحت شعار التغيير، سقوط الإمبراطورية وعودة الإسلام. وقد شددوا في هذا المؤتمر على أهمية دولة الخلافة باعتبارها وعدا من الله ولا نقاش فيه. رسالة باش نقولها أنا في الكلمة متاعي، يعني راهو عندكم ممكن حطوا يديكم وفكركم في هالمشروع، ندفعوا عنا العمالة، ندفعوا عنا كل أنواع الأذى، وبإذن الله هذا مستطاع. هي حجرة في ثنية وبرة، انتخابات يحبوا يعملوها الغام من تو، قانون انتخاب باش يحطوه كما القانون الانتخابي الأول. مش يعطي الضعيف ما لا يستحق، ويجعل الحياة السياسية في سيفساء على غير وجه الحق، ويصبح الصغير يعيط في مجلس تأسيسي ولا برلمان وغيره، ويوقف الدنيا ويوقف البلاد ويقول لك أنا، وهو لا يملك من الأمر شيء، عيب. هذا قانون انتخابي بدعة في السياسة ومارسوه وما زالوا يمارسوا فيه. هذه ناحية أولى. ناحية ثانية، يحطوا دستور موبوء، دستور يتحدى ويتعدى مشاعر المسلمين، وما قالش حتى ننظر في التشريع الإسلامي كإمكانية فضلا أنها واجب. ما هذا؟ ثم يحط القانون الدولي فوق القانون المحلي، سلطة القانون الدولي فوق القانون المحلي، هذا باش يحطنا في مهاب الأمم، هذه ثورة تبيع نفسها. إذا احنا ما نكونش نتورطوا، غرب يحط لنا هذه الحلول، احنا نتورطوا فيها نسحوا شهود زور. لذلك احنا نقولوا ما دام أمر مفتوح، نؤسس الصواب ونبني عليه، وقتها ندخل في انتخابات وليختار الناس بين الحسن والأحسن. دعوة إلى أهلنا وأخواننا في تونس ليستكملوا مسيرتهم، يستكملوا انتفاضتهم التي بدأت في 2010 بهدم النظام العلماني التابع للغرب وإقامة دولة الخلافة مكانه. أن الأمة الإسلامية حين تتحد تحت راية الخلافة قادرة على أن تقيم هذه الخلافة وتكون قوية منيعة وغير تابعة للدول الغربية. وبشراهم لكم بأنهم ثابتون بإذن الله. وفي إطار فعاليات هذا المؤتمر، عقد حزب التحرير مسيرة حاشدة حضرها مئات الأشخاص المساندين للحزب، وقد نادوا فيها بشعارات مختلفة: الأمة تريد خلافة من جديد، من تونس حتى سوريا أمة واحدة إسلامية، قايدنا للأبد سيدنا محمد. وقد انطلقت هذه المسيرة من أمام وزارة السياحة عودة إلى قصر المؤتمرات منادية بإرساء دولة الخلافة. نقول لحكومتنا هذه، ونقول لبعض إخواننا في النهضة، اتقوا الله في هذه الأمة، نقول لهم أن الحكم لله ليس لأمريكا، وأن الفضل لله ليس لأمريكا، وأن ما من دابة على الأرض إلا وعلى الله رزقها، ليس على أمريكا. هذا وعدا من الله، ومن أصدق من الله وعدا، ومن أصدق من الله حديثا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة. فليقولوا هذه أذنب التجمع وأتباع العلمانية ومن بني جلدتنا أبناء عبد الله بن سلول. حضورك أنت زاد حضوره هو واجب، لأن الأمة يلزم ترجع لأصلها اللي هو عمره ما كان بديل، هو الأصل، هو العايش بالإسلام. ما تجاوا الإخوة من الشام، من حزب التحرير الشام، من فلسطين ومن سوريا ومن الوحد، فكان لابد أن يعني نقبلهم ونعبر في حزب التحرير تونس عن مساندتنا لأهل الشام وصراعهم ضد الطاغية بشار الأسد. فهذا كانت مباشرة هي رسالة لأهلنا في الشام في صراعهم ضد بشار الأسد، ضد النظام المتهالك. هذا وتبقى فكرة الخلافة موضع جدل بين موافق ومعارض، وتبقى مسلسلا الكل ينتظر ما سيحصل في حلقته الأخيرة.